مسقعه باللحمه المفرومه. تعالوا معانا نشوف مقادير المسقعه. عندنا اول حاجه هنا البتنجان الرومي اهو، طبعا انا قلت بلاش اضيع وقت في ان انا اقليه، قطعناه شرايح، بالقشره بتاعته بيبقى فايدته اكتر. معانا لحمه مفرومه فيها نسبه من الدهن قليله، معانا كمان صلصه طماطم، طماطم مبشوره، بصل احمر وابيض بيدي ميكس حلو قوي لطعم المسقعه. عندنا لوز وزبيب متحمر وني، عايزه اقول لكم الزبيب بيدي طعم للمسقعه حلو جدا جدا جدا. اول حاجه هنحط هنا اللحمه المفرومه، طبعا وانا بحط اللحمه المفرومه كده نفتكر مع بعض فيلم صغيره على الحب لما خطيبها عمل ايه، بدل ما يحط لحمه مفرومه من كتر ما هو مش مركز حط الورقه اللي فيها وصفه البتنجان. كانت اللقطه دي من اللقطات الحلوه قوي في الفيلم، وهي بتاكل كانت بتقرا، كان هو بيقرا وصفه المسقعه. هنحط هنا البصله اهي، دي ودي، هنحط معاها كمان يعني ممكن ما نحطش الزيت دلوقتي، لو ما احتاجتش لما العصاج بيبقى دسم شويه ممكن ما يحتاجش ولا زبده ولا زيت. هنحط هنا الملح، فلفل اسود، احلى حاجه ان اللحمه العصاج ما بتاخدش وقت خالص في السوى، يعني 5 دقايق وهتكون استوت، ودايما واحنا بنسويها نخلي بالنا انها تبقى ايه منزله كده العصاره بتاعتها ما ننشفهاش. واحلى طعم للحمه المعصجه ملح وفلفل اسود بصل وبس خلاص، وممكن رشه جوزة الطيب، يعني دي احلى طعم للحمه المفرومه. عصجنا اللحمه، لحمه مفرومه، بصل، وكمان حطينا ملح وفلفل اسود، حطينا كمان نوعين من البصل بيديله طعم لطيف قوي. حطيت هنا الصلصه، وعلى فكره في الفاصل حطيت عليها شويه سكر بتديها طعم لذيذ جدا. طيب هنحط هنا الصلصه كده حبة صغيرين، وبما ان في كريمة صراحة هزودها كده معلقة كريمة صغيرة بتديها طعم حلو قوي اهو كده اهو، وابتدي ارص البتنجان. شايفين اصلا هو اصلا البتنجان ده ممكن يتاكل حياف من غير اي حاجة، بصوا شكله عامل ازاي. الطبقة اللي تحت على فكرة أهم طبقة في صينية المسقعة، اللي في النص ممكن ما نملهاش بتنجان قوي، واللي فوق الوش بتبقى يدوبك بنقفل الصف بتاعنا. كده احنا ايه عملنا المسقعة بتاعتنا. هنحط بقى العصاج، ما بنحطش كتير لان العصاج بيتحط ايه، احنا بنحط 3 صفوف من البتنجان وصفين من العصاج. المسقعة دي تتاكل برز، تتاكل بعيش، هي بتتاكل في كل الاوضاع صراحة. بما ان في هنا ابيض صراحه هحط كده ايه، ما ننساش الزبيب اهم حاجه، رشه زبيب، رشه لوز كده. شفتوا فيلم عود على العشاء لما عملت له ايه، عملت له المسقعه ازاي، كانت متضايقه منه وقررت ان هي مش مهم، يعني المهم انها تضايقه، فمش مهم خلاص السم هتاخده هتاخده طالما ايه المهم ما تشوفوش تاني، راحت واخده المسقعه بالسم بتاعها. ساعات كتير بيخلي البني ادم يفكر افكار مش لطيفه، بس احنا هنا عاملين مسقعه بجد بمنتهى الحب، وهو ده الهدف، ان احنا محدش بياكلها بالساهل، محدش بياكلها بالسهل، يعني بنتعب قوي في الاكل عشان نطلعه حلو وجميل وطعم ومليان كده طاقه كلها حب لكل الناس اللي احنا بنحبها. الصلصه خفيفه في الاخر خالص، بنحط صلصه ايه كميه حلوه من الصلصه. هنحط بقى العصاج المرحله الثانيه اهي، دي
الفلفل، فلفل وجماله. نحط بقى البتنجان، الرصة الأخيرة بتاعته. نحاول ايه نخلي كله مقاس واحد عشان المنظر الجمالي في الآخر يبقى حلو. حشين المسقعة لحمة مفرومة في صغيرة على الحب، كان ايه من كتر ما هو مستعجل ومش مركز وهو شايف ان الحب ده اللي هو بيحبه لها هو اللي هيخليها تتقرب له، فكان بيقعد يعمل لها اكل ووصفات كتير، وشايف ان دي طريقه للتعبير عن الحب، ان هو يعمل لها اكل حلو قوي عشان ايه تحبه. بس مش كل الناس بتيجي بالطريقه دي، مش كل البني ادمين الاكل هو اللي يجذبهم، يعني بالذات في الستات. يعني الرجاله ممكن اغلبهم الاكل يجذبهم، لكن الستات لا. نبتدي بقى نحط الصلصة بتاعتنا الحلوة دي كده. ايوة طبعا هندخل الفرن ونستنى لحد ما الايه ما الصلصة دي تتسبك وتدينا وش كده حلو قوي. هحط الطماطم فوق الوش عشان تدينا، تعرفين بحب كمان ساعات احط ايه على المسقعة، رشة جبنة مفروم، رشة جبنة رومي خفيفة قوي في الاخر، بتديها شكل حلو قوي كمان وطعم جميل لو حابين تبقوا تعملوها. هحط كده كريمة خفيفة قوي، هي مش هتبان على فكرة، هي بس هتخليها طعم اكتر. ندخلها الفرن